والله صباحكم بكل خير حبيت المتابعين في كل مكان. طبعا انا الان داخل العماره المهجوره، دعواتكم. العماره وسخه صراحه، صوره غير طبيعيه، ان شاء الله نستكشف مع بعض. ما انتوا شايفين خرابة يا جماعة الخير ذا؟ أحس المكان طبيعي وسخ قدر بصورة غير طبيعية، وش المكان ذا؟ المشكلة إزعاج الفنادق الباصات، يعني مزعج كمان رغم إنه بعيد شوية بس إنه الأصوات توصل. المكان ترى فاضي فوق جبل تقريبا زي ما انتوا شايفين أصوات، لأنه مكان البيت فاضي وتسمع أي صوت، أي صوت في الخارج بيوصل مباشرة للمكان هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تعالى وخير. بسم الله الريح مش العفان دي، يا الله بسم الله. في صوت يا جماعة الخير، شو الصوت ده؟ سمعته اكيد كلكم. بسم الله، شايفين المسافة كيف؟ أعوذ بالله، شو الأصوات دي؟ شوف المبنى الثاني اللي جنبه، شوف القصة دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعت للمكان مرة ثانية، زي ما شفتم أمس ما قدرت ألحق أصور مقاطع كثيرة، رجعت عشان أسجل من جديد. طبعا هذا إرهاق ضعف بيكون علي اليوم، لكن إن شاء الله نحاول نغطي قدر الإمكان في المغامرة هذه مرة ثانية من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قطة ميتة، قطة ميتة، قطة ميتة. بسم الله، مكان ريحة، ريحة عفنة مرة يا جماعة الخير.
الخير، البيت هذا طير أكثر من 10 سنابات، البيت هذا غريب صراحة جماعة الخير. شوفوا تحس تصميم البيت مختلف صراحة، يعني شيء غريب. هذا باب البيت، هذا الباب، هنا شبابيك داخل البيت، كيف كذا؟ شيء غريب. الشبابيك الثاني، كنت أحس بشيء أبيض واقف والله العظيم أول. بنحاول نكمل المقاطع على بعض. بسم الله. الحمام قديم. شباك عنكبوت في كل مكان. نطلع الدور العلوي. هذا الدور اللي علق علي سنابات كثيرة وطير سنابات كثيرة جدا. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صراحة الطاقة السلبية بتلعب في الأجهزة لعب صراحة، ماني قادر أحفظ وأرفع أي مقطع، كل المقاطع بتطير، حتى النت. المكان هذا عجيب، أول مرة أصادف هذا المكان بشمعة الخير زي كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن شاء الله. بسم الله. توقعون إن شاء الله يا جماعة الخير. حس شيء عادي. ما يبين إن في رموز أو شيء معين.
أنا كثير من الأخوة اللي سألوني أمس بخصوص اللمعة دي، هذا كانت علبة بيبسي، شيء طبيعي يا جماعة الخير، ما في عيون، لكن بطلع الدور اللي فوق اللي لاحظ أكثر من ملاحظة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحمام أعتقد، هذه الغرف. على الدور اللي فوق كمان. الجهاز بدي يصير حار يا جماعة الخير. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جربت البيت تصور 20 مقطع، والله ما صار الجهاز حار ولا شيء، عادي جدا. الآن تقريبا 3-4 مقاطع الجهاز صار حار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو الريحة الغريبة هذه في البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مكان غريب يا جماعة الخير. والله سنابات كثيرة طارت علي، أعتذر منكم صراحة، ما أقدر أكمل خلاص، مرة تعبت. سنابات كثيرة طارت ما قدرت أسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هذا؟ مكان غريب يا جماعة الخير، والله العظيم شيء غريب غريب جدا. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلكم سمعتم الصوت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. بسم الله جماعة الخير، الجهاز بدي يعلق. جماعة الخير، الجهاز بدأ يعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أوضح نقطة للمتابعين المشاهدين، قلت يقولوا كثير ناس ما في جن ما في شياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، موجودين هم، لكن صفدت الشياطين ومردت الجن. هذا حديث شريف صلى الله عليه وسلم، قال الحديث ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدور دولي بنا جماعة الخير. بسم الله، رجيتكم سالم يا أهل البيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، سجلت بهذا السنة تقريبا 4-5-6 مغامرات معقولة، إلا في هذا البيت بيعلق علي السنابات أكثر شيء، ما أدري ليش. بسم الله، شيء غريب. بسم الله، والله شيء يخوف يا جماعة، ما أقدر أنبش كل حاجة. أنا حصلت مصبوح، والله غير كذا اقسم بالله، الجهاز 3-4 مرات علق. في مقاطع صورتها، نص المقطع يقول ما نقدر نسجل، عيد التصوير، فما ابغى ارجع مره ثانيه نفس المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم شيء جت عناد، والله العظيم قطعت المسافه دي كلها بس عشان اسجل المقاطع اللي طارت علي. اعوذ بك. والله
العظيم يا جماعة الخير مرتين إني شفت عيون في هذا المكان. هنا بالضبط هذا المكان، شوفوا فين، خليني أقرب لكم هذا المكان مرتين. والله العظيم يا جماعة الخير، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني ألحق بسرعة أشوف المكان ونخرج من المكان بأسرع وقت. لا سنابات قادرين نصور ولا إحنا قادرين نرفع حاجة صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السطح الأخير، كل شوية بتطلع علينا السنابات، ما إحنا عارفين إيش السبب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السطح الأخير. هذا السطح طلعت آخر شيء. طبعا البناية الثالثة ما راح أكمل يا جماعة الخير، السناب عندي مرة سيء والنت عندي أسوأ وأسوأ، فما راح. إن كانت هنا تقريبا فوق 15 مقطع طار علي، شوف من ساعة كم بغامر إلى الساعة كم لدى الحين ما خلصت. بسم الله ما أدري إيش السالفة وإيش السبب. بسم الله الرحمن الرحيم، لا مقاطع تنحب. بسم الله، ناس لا ترموا علي حاجة، والله العظيم إني بأخرج. لا ترموا، لا ترموا، والله إني بأخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هذا الدور اللي فيه حريقة صورت لكم، ما أدري السناب إن كان طلع أو طار مع السنابات، الله أعلم. طبعاً لي أكثر من ساعتين في هذه العمارة الصغيرة، ما نقدر أصور حاجة. وصلت الدور الأخير، بسم الله. هذا البساس اللي بسم الله، يا خرجت. السلام عليكم، بس والله بغيت اطيح. شفتوا جماعة الخير، مجرد طفيت شوية والله العظيم بغيت اطيح، ظلام مرة. شوفوا كيف، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جيت العمارة الكبيرة، هذا العمارة اللي قلت ما راح ادخل الا بعد العيد، بس قلت لا خليني ارجع ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الدور اللي فوق، الدور الأرض طبيعي جدا يا جماعة الخير. بسم الله، هذا التسمم، هذا بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. استغرب من البيوت هذه، الآن الوضع طبيعي جدا. بسم الله، عمارة صغيرة جدا يا جماعة الخير، وكيف رفع ما شاء الله تبارك الله. نفسي أعرف المقاول ده اللي رفع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يا حد، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كم سنة هنا ما حد جاء سكن في العمارة هذه. أطلع الدور الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
أحس إنه كانوا في عمالة متخلفة تسكن في العمارة هذه. بسم الله. طبعا نحن في رمضان الناس كلها صاحية ما شاء الله تبارك الله، رغم إنه البيت بعيد اسمع الأصوات، بيت بعيد عن الحي فوق جبل زي ما قلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله دور كثير يا جماعة الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وضع طبيعي للآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن كأني وصلت السطح. بسم الله. شو البيت كيف؟ كيف طلع السطح هنا؟ جماعة الخير في أحد يجي هنا. آخر دور في هذه العمارة. شيء غريب. من اللي يجي هنا في آخر دور في العمارة دي؟ فوق في الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ساكن هنا؟ ها؟ أه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تسكن في آخر؟ زي ما شفتم هنا شخص غريب يسكن في هذا المكان، فتكلمت معه، ما حبيت أسجل الكلام، لقيت الكلام طبيعي، حسيت إنه شخص غريب. يعني يجي المكان ده بين فترة وفترة، كنت حاسس إن واحد يجي المكان هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما أدري إيش تتوقعون، إيش يكون الشخص ده؟ مجهول، متشرد، ساحر، مخالف الأنظمة والإقامة. الله أعلم. بس أنا بخرج، ما أدري إن كان في غيره قبل لا أتعرض لأي أذية. بسم الله الرحمن الرحيم.